إليك سي عي عبد الرحمن الخبير الاقتصادي، الآن ربما رانا قراب إلى موعد انتخابها مقبل عليه الجزائر. الآن النظرة الاقتصادية المستقبلية كيفاه لازم تكون؟ ربما كرهنا من سياسة الوعود، كرهنا من الواقع المعاش. الشعب الآن راه في حيرة من أمره تجاه مستقبله، القدرة الشرائية راه تتأثر يوميا. ما هي الحلول اللي عنا على المدى المتوسط، على الأقل 1 2 3؟ ما المطلوب؟ جربنا عدة سياسات اقتصادية بقيت حبر على ورق وحبيسة الأدراج. الآن في الطيران وش لازم ندير؟ أولا قبل ما نقول نوصل للحل، أذكر من خلال يعني هذه الحصة وهذا المنبر أنه الكارثة بيننا وبينها احتياطي الصرف. لو نفذ احتياطي الصرف ستقع كارثة كبيرة للجزائر. السيناريو الأقرب الذي عاشته آخر دولة في العالم، هل هو حشنا حنا هنا في الجزائر سنة 1994 تقريبا مداخل الجزائر كانت تقارب ما خدمت السيناريو الدولة. فنزويلا قريب والله، لأنه نفس الظروف. لا أتمنى، لا أتمنى. لا اقتصادي ما يقدرش يكون. شوف سعر البترول راهو 50 دولار، احنا الميزانيه الاقتصاديه اللي دايرينها 35 دولار. لكن خطأ، هذا خطأ سيدتي الكريمه، معذره، ساشرح هذا الامر من وجهه نظر ماليه، ساشرح لك الامر. هو كي يكون 50 دولار عادي، ساشرح. هم يضعون 50 دولار كسعر مرجعي، ثم بعد ذلك يتوقعون عجزا. هذا العجز في الماضي كانوا يغطوه بصندوق ضبط الايرادات. لما نفذ صندوق ضبط الايرادات توجهت الحكومه الى طبع النقود لتغطيه العجز. يقولوا 50، لكن هناك عجز حوالي 2200 مليار دينار جزائري. اليوم العجز على المستوى الخارجي يغطى بالدولار والأورو. الجزائر لا يمكنها أن تطبع على الدولار والأورو. الوزير الأول قال أنقذنا الجزائر من سكتة قلبية عندما قمنا بطبع النقود. لو نفذ احتياط الصرف ستكون للأسف الشديد السكتة القلبية التي والله لا أتمنى، لأننا عشنا مرحلة لا نود بكل بأي صفة أن تعود تتبعها. حاليا نمد فرصة للكفاءات. أنا 6 ملاير هذه اللي داروا فيها الفوسفات، لو كان أعطوها لي والله سأصلح 50% من المشكلة المالية الجزائرية. سأستثمرها في الدفع. كل جزائري يملك يعني بيومتريك، صدق هذيك لاكارت ولا الباسبور، نفتح له كونت بونكير وندير له كارت مانيتيك. لما يولي الدفع عن طريق بطاقات الدفع، الكتلة النقدية تتضخم أوتوماتيكيا. لأنه اليوم عندنا مشكلة كبيرة في مفهوم النقود. ما زلنا نشوف النقود لبياس وليبي، وهي خطأ. النقود وسيلة للدفع، يعني بمجرد أننا ندير كالكو كليك سوغ انترنت راني درت أوبيراسيون صادق دو ترانزاكسيون فينونسيار ولا مونيتار. دونك المشكلة الأساسية أين تكمن؟ في أننا لابد أن نعطي فرصة للكفاءات، نصلح السياسة المالية ونصلح سياسة الدفع الإلكتروني. الدفع الإلكتروني أول شيء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى شيء ثاني ونخلق مناخ استثماري حقيقي. شوف للأسف السوق الموازية هزمت. لا السوق الموازية هزمت. السوق الموازية هزمت.